السلام عليكم، بقالنا كتير عمالين نتكلم ونتكلم ونتكلم، دلوقتي جه وقت التطبيق. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فكره تصميم بسيطه، وهي ان احنا هنعمل الحته دي بس، دي هذه القطعه. الحته دي فيها حاجه جديده هنشرحها دلوقتي، وهي ازاي نجيب ايكونز زي كده. الايكونز دي بتكون حاجه من اتنين، يا اما بتكون صوره، فانا بالنسبه لي بستخدم موقع اسمه فلات ايكونز، يا اما ان هي بتكون ايكون يعني نقدر نستخدمها ككود، وبتكون معموله بحاجه اسمها اس في جي. دي ممكن يبقى نتكلم عنها في فيديو منفصل، لكن عامه زي ما جبنا هنا ملف من بره واستخدمناه، فانا ما ببقاش مهتم الملف ده ايه اللي جواه، انا بيبقى ليا النتيجه، انا استخدمت النتيجه بشكل كويس. ده اللي احنا عايزين نعمله هنا. طيب، اول حاجه هنعملها، انا هروح هنا امسح كل حاجه، يعني هشيل الديف، هشيل الكلام ده كله، هسيب بس ان انا هقول له كل البروبرتيز البوكس سايزنج بتاعهم بوردر بوكس، علشان ما نضربش في البيدنج وكده. وهنا اول حاجه هعملها ان انا هجيب الملف بتاع الايكونز دي، وهنستخدمه نتاكد ان هو شغال، وبعد كده نحلل التصميم. هعلمك ازاي تحلل التصميم بحيث ان انت تجزئه لمشاكل صغيره وتبدا ان انت تبنيه. طيب، لو رحت هنا عند جوجل وكتبت حاجه اسمها فونت اوسوم بالشكل ده، هيفتح لك الموقع ده اللي هو الايكون بتاعته زي عالم كده. هنا اللي انا عايزه ان احنا نستخدم حاجه اسمها فونت اوسوم سي دي ان. دي بتبقى ملفات، انت علشان تستخدم اي حاجه عندك حل من الاثنين، يا تنزل الملفات عندك على الجهاز وتعمل لها استدعاء زي السي اس اس، يا انت بتاخد رابط جاهز. اختصارا انا بحب فكره السي دي ان بصراحه. طيب، هنا هناخد، دخلت هنا فونت اوسوم سي دي ان، دخلت على موقع اسمه سي دي ان جي اس، وهاخد هنا هلاقي رابط، هدوس على علامه الكود بالشكل ده، فالمفروض ان هو هيديني الكود بتاعه. هروح عندي هنا في الهيدر، هشيل الفونت بتاع جوجل وهحط الرابط اللي اداهوني. طيب، الايكونز ما بتكونش محفوظه، بس في حاجات من كتر الاستخدام انت بتحفظها. فهنا عشان تستخدم الايكونز بتستخدم element وليكن زي اي بالشكل ده، وهنا مجرد ما تدي له كلاس معين، الكلاس ده بيكون موجود جوه الملف ده، مجرد ما تستخدم الكلاس ده هو بيرسم الشكل. علشان اتاكد ان هي شغاله، انا اعرف ايكون اسمها FA user بالشكل ده، زي ما انتم شايفين فعلا رسم لي علامه اليوزر، يبقى هي كده شغاله بشكل كويس. طيب، هل انا حافظ اسماء كل الايكونز؟ لا، بتهيألي دي ممكن تكون شوب، دي ما اعرفهاش، دي ممكن تكون والت مثلا. اللي انا بعمله ان انا بفتح الويب سايت بتاع فونت اوسوم ده، وببقى جاهز بالسيرش معايا، بحيث ان انا لو احتجت حاجه ادور عليها واجيب الكود بتاعها. نبدا بقى ان احنا نشتغل في التصميم بعد ما اتاكدنا ان الملف بتاعنا اشتغل. التصميم بتاعنا هيمشي كالتالي. اول حاجه عايز اعملها هنا، انا اكني بفكر في ان انا ارجع ده لاصله. ده اصله ايه؟ انت ممكن تفكر ده بشكل مختلف، تفكر في التصميم ده. لو قعدنا كده، لو جبنا مجموعه من 10 اشخاص وقلنا لهم يفكروا في التصميم ده، هتلاقيهم اقترحوا عليك هيكل مختلف لل HTML واسلوب مختلف لل CSS. انا هقول لك على الطريقه اللي انا شايف ان هي افضل طريقه. اولا، ادام في عناصر بالشكل ده، يبقى احنا بنتكلم عن LI، عن List Item ULLI. فانا هعمل ULLI، يعني دي هتبقى UL، وكل واحد من دول هيبقى LI، وجواها هيكون في ايكون ويكون في كلمه. تعالوا نعمل الكلام ده. اول حاجه هنعملها، هنيجي هنا نقول له UL LI، وجوه ال LI هعمل لكل واحده اي، واحط لها الايقونه بتاعتها واحط الكلمه. يعني اول واحده اللي هي دي ممكن تكون كلاس يساوي FA شوب مثلا، ما اعتقدش ان هي هتكون شوب، بس خلينا نجرب. وهنكتب all شوب، وخلونا نكررها ونجيب الايقونات بعدها، يعني نكررها، نحط الكلام الاول وبعد كده نجيب الايقونات. هنا كنترول سي كنترول في كنترول سي كنترول في كنترول سي كنترول في، هكتفي بخمسه. عندي برودكت ديسكاونت، برودكت ديسكاونت، وعندي سيلز، وعندي شيبنج هيستوري، وعندي بايمنت بالشكل ده. لو عملت هنا سيف، هو جابهم بالشكل ده. احنا لسه بنجزأ التصميم بتاعنا، وهيبان ملامح التصميم اللي احنا عايزين نوصل له واحده واحده.
انا همسح دي. دلوقتي اللي انا هعمله اول حاجه ان انا هغير الايكونز، هي الشوب طلعت صح. البيمنت اعتقد ممكن تكون بيل اللي هي فاتوره، لا ماني. طيب خلونا بقى نجيبهم البرودكتس. البرودكتس انا هستخدم ايكون اسمها ليست بالشكل ده، هي بتقول ان في زي برودكتس. السيلز هستخدم هنا حاجه اسمها تشار. خلونا نجيب التشار لان كده خلاص شويه اللي انا حافظهم خلصوا. طيب دي هنا اداني واحده الكود زي ما هو، انا باخده مش لازم حتى من كتر الاستخدام بتحفظ الحاجات دي. حلو جدا، حطيني هنا التشار. عندي بعد كده الهيستوري، ممكن نستخدم هيستوري يكون هيستوري. خلونا نشوف هنلاقي حاجة الهيستوري مناسبة. هي دي مناسبة لكن هي برو، احنا عايزين حاجة ببلاش. طيب انا هستخدم اي حاجة، ده بيبقى اللي هو الاماكن الاثرية وكده، لكن هي بتدل على فكرة ان هي حاجة قديمة فهي تنفع. payment، البيمنت اللي هي ماني تشيك، ممكن ناخد ما ممكن تاخد اي واحده تدل على المعنى اللي في بالك. يفضل ان احنا بعد ما نعمل التطبيق ده ان انت تطبق الكلام ده بايدك، يعني البرمجه مش حاجه بتدرس بشكل نظري، انت لازم تشوف الفيديو تفهم الفكره اللي فيه، تسجل ملاحظاتك، تطبق على الفكره اول باول. انت مش بتتفرج على فيلم، فانت ما تتفرجش عليا وانت ماسك كوبايه القهوه او فنجان القهوه وبتشرب تتفرج على فيلم، لا لازم ان انت تطبق. طيب كده احنا خدنا خطوه في التصميم بتاعنا، يعني زي ما انتم شايفين الشكل اللي بدا يبقى قريب. اول حاجه عايز اعملها ان انا عايز اشيل الليست دي. الليست دي بشيلها ازاي؟ هاجي هنا عند اليو ال، بستخدم بروبرتي اسمها ليست ستايل واخليها نون. هقول له ان الستايل بتاع الليست دي انا مش عايزه. هنا الليست ستايل دي ليها اكتر من بروبرتي، يعني خلونا ان احنا حتى نروح هنا مثلا في اليو ال. لو رحت هنا عند الليست ستايل هلاقي حاجات كتيره. هنا مثلا في حاجه اسمها عربيك اندك، هنا بيحط الكلام كعربي. هلاقي هنا في خيارات مختلفه، يعني في اللي هو الرموز الرومانيه، في بعد كده السيركل ان احنا نحط دايره، في هنا الديسيمال ان هي تكون ديسيمال بالشكل ده، الارقام برضو بشكل عادي ديسيمال بس بيبقى اللي هي فيه زيرو قبلها لو الرقم فردي، ديسك اللي هي الليست الايتم العاديه. فهنا في حاجات مختلفه ممكن تجربوها بتخليكم تعملوا اشكال مختلفه للليست، لكن اللي انا مهتم اعرفها دلوقتي هي النون. طيب تاني حاجه، واضح قوي ان في مارجن ما بينهم زي ما انتم شايفين، في مارجن ما بينهم. فاحنا عند اليو ال او عند ال اي، هو هنا ليست ايتم الليست ستايل نون، ال ال اي هقول له مارجن هنخليها من فوق 10 بكسل من على اليمين والشمال، صفر مش مشكله، ممكن نخليها من فوق 20 بكسل، ممتاز. طيب اللي انا عايز اعمله، انا هاخد اللون ده، انا عندي هنا اكستنشن اسمها كولر بيكر، وفي اكستنشن تاني بقى اعتقد اسمها كولر زيلا، بتقف عند اللون بتديهولك بتديك الكود بتاعه. فانا هاخد اللون ده وهاجي عند البادي هديله اللون ده علشان نعمل نفس التصميم او نعمل نفس الفكره بشكل مشابه. كويس جدا. بعد كده هعمل ايه؟ هاجي عند اليو ال اديلها هي بقى باك جراوند ابيض، يعني هنا الصفحه نفسها وهذا الباك جراوند اللي هو يمكن كافيه ده الناب بار بتاعنا او السايد بار او الاي سايد، واخد باك جراوند بيضه. باك جراوند كولر بالشكل ده. طيب احنا اتكلمنا عن فكره الديفولت فاليو، وهنا هنلمح الحاجه ليها. اليو ال بشكل افتراضي بيجي عندها بادنج 40 بكسل في الشمال، انا مش ده اللي انا عايزه. انا عايز بشكل عام اعمل لها بادنج 20 بكسل. كويس جدا. طيب هنا هي مش واخده الفول ويدث، هي واخده حوالي 20%، فانا هعمل كده برضو ويدث 20%، خلينا اقل 15 10 13 ماشي. ايه اللي باقي بعد كده؟ باقي عندي حاجات بسيطة علشان يدينا نفس الشكل. أول حاجة هو عنده هنا border radius بالشكل ده حوالي 20 أو 10 بكسل. خلونا نجرب، هنيجي عند الـ UL border radius 10 بكسل، أعتقد 10 بكسل مناسب.
اعتقد محتاجين مارجن اكتر ما بين ال AI واللي بعدها. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب هي في حاجة فعلا انا واضحة بالنسبة لي، يعني انا مش مريحة عيني، يعني حاسس ان مخليني حاسس ان في اختلاف كبير، وهي المسافة. ان في مسافة هنا، في مسافة هنا، الكلام ده مش لازق في بعضه. فاللي انا هعمله ان انا هاجي عند الاي اللي هي الايكون وهدي لها مارجن رايت شوية، هقول لها تروح مارجن رايت شوية. فهاجي هنا عند الاي واقول لها تعمل مارجن رايت، زقي كده اللي جنبك ده 10 بيكسل مثلا، حلوين 20 بيكسل. طيب هنا اعتقد الملامح خلينا 10 بيكسل، اعتقد ملامح التصميم بان، لكن في حاجة برضو لسه مضايقاني، وهي ان انا حاسس ان التصميم يعني الاول دي تحس ان هي واخده كده، تحس يعني زي ما انتم شايفين ان في حاجه هنا غلط. خلونا كده نراجع الكود، هم كلهم يعني انا حاسس ان هم مش بادئين بالظبط بنفس الاسلوب. خلونا نشوف نشوف الكونسول نفسه. هنا الاي عمل 10، وبعد كده في سبيس، يعني يمكن انا عيني مش جايبه التصميم قوي، لكن كده اعتقد ان احنا عملنا الفكره نفسها. برضو حاسس ان في فرق في حاجه، لكن خلوني بس اقع عليها. اعتقد ان هو نفس التصميم او نفس الفكره، يمكن بس اللي مخلي التصميم مختلف شويه ان هو هنا مستخدم زي حاجه اسمها ستروك، ان هي بتخلي الايكونز مفرغه من جوه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. فلكن عندنا هنا علشان هي مليانه الايكون مليانه، ففي فرق شويه، لكن الحمد لله عملنا الفكره نفسها. اتعلمنا النهارده الايكونز، اتكلمنا عن الايكونز ازاي ان احنا نستدعيها، وعملنا تصميم بسيط ل ده ممكن يكون ناف بار في بعض المواقع، وممكن يكون اي سايد في مواقع تانية. ضروري ان انت تطبق الكلام ده بايدك، ولو وقف معاك حاجة سيبلي في الكومنتس، ان شاء الله الشرح يكون واضح وما يكونش فيه حاجة. واشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.